إنجاز. نعم، أذهب الآن مباشرة إلى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي، عضو مجلس الشورى، الذي ينضم معنا هاتفيا الآن عبر مكالمة هاتفية. أهلا وسهلا بك دكتور عاصم. بداية يعني نثمن هذه الثقة الملكية الكريمة، ونبارك لكم ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينكم عضوا في مجلس الشورى. دعني أسألك عن الرؤية، رؤية المملكة العربية السعودية، أين موقعها من الإعراب في عمل مجلس الشورى، وأين يقع المجلس في رؤية المملكة 2030؟ شكرا عزيزي. بداية اسمح لي أخي الكريم أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين لمنح الثقة الملكية الغالية بتعييني عضوا في المجلس، والزملاء والزميلات مع إعادة تكوين المجلس للدورة الثامنة، سائلين الله العلي القدير العون والتوفيق للجميع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن. أخي الكريم، الخطاب الملكي، لو لاحظت الخطاب الملكي السنوي، يعد أساسا راسخا ومنطلقا مضيئا لكافة السلطات في الدولة، سواء كانت التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، كما أنه يعد في ذات الوقت منهج عمل وخارطة طريق لأعمال ولجان مجلس الشورى وتفعيل أدواره التشريعية والرقابية بصفته سلطة تشريعية. ولذا جاء الخطاب الملكي السنوي الذي حقيقة نعتز بمضامينه، مؤكدا على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، من مبادئ وأحكام نظامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، مؤكدا على أسس الوحدة والتضامن والشورى وإقامة العدل واستقلال القرار والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا الغالية، والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة شؤونها الداخلية. ومصداقا لما تحدثت به عن موقع رؤية المملكة، حقيقة نجد أن المجلس له الدور الكبير جدا في صياغة ومراجعة العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية، سيما مع التنمية الكبيرة والعمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن. إذن أدوار تنظيمية وأدوار رقابية. دكتور عاصم، يعني في ختام هذه الحلقة شاهدنا اليوم تصريح لمعالي رئيس مجلس الشورى، قال بأنه لا يوجد خطوط حمراء تحكم عمل أعضاء المجلس. ماذا يعني لكم ذلك في أقل من دقيقة إن سمحت لي؟ هذه ثقة من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين بأن يضع الشورى أمام حجم المسؤولية في رعاية كل ما من شأنه دعم القرارات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عاصم بن محمد المدخلي، عضو مجلس